يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى إلى غير القبلة وعلم بذلك بعد مرور 3 أيام، فهل عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان أنه في بر ولا يعرف أدلة القبلة واجتهد وصلى فصلاته صحيحة، أما إذا كان في بلد وعنده مساجد وعنده محاريب وعنده ناس يسألهم وصلى إلى غير القبلة فهو مفرط، لازم من الإعادة. نعم.